بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الـ Obturation of the Root Canal System. عرفنا شلون نسوي Access Opening, Instrumentation, Cleaning and Shaping of the Canal, وعرفنا شنو أنواع السيلر وشنو أنواع الجيتبركة. هسه وصلنا لمرحلة الـ Obturation, Final Step in Canal تريتمنت. Objective of canal obturation, لازم نعرف شنو objective مال canal obturation. Prevention of proliferation of periapical exudates into the root canal space. أول شي لازم ما نخلي أي exudates تدخل من periapical tissue into canal space. هاي واحدة من الأوبجكتيف مال الأوبشريشن. Prevention of reinfection of the root canal during transient bacteremia. إذا كان عندنا بكتيريميا بالأريا ما نخلي reinfection يصير بالcanal system. Creation of favorable biological environments for the process of tissue healing. من سوى أوبشريشن راح ينطي favorable biological environment للتشيو اللي هي موجودة بالبيرابيكال اريا عم يصير لها healing. احنا نقول عليه الاوبشريشن لا يدخل من السن من الابيكال تشيو ولا يدخل له من الكورونال بارت, يعني بمعزل تام على مود ينطينا favorable environments for tissue healing periapically. Criteria for root canal obturation. شو المواصفات السن اللي ممكن نسوي له obturation؟ أول شيء asymptomatic tooth, ما بي أي أعراض, ما يجيك عنده بين ولا بي مثلا swelling, أي symptoms ممكن تخلينا نوقف عملية obturation. اثنين dry canal, بعد ما فتحت التوث اذا انت مسوي له instrumentation بالفيزت السابقة راح تفتح السن, لازم تسوي dry وتلقي dry لحد ما يتوقف لا blood لا لا water لا exudates, اي dry اي wetness بداخل الكنال لازم تروح, يعني نحصل dry canal full dry canal يلا نقدر نسوي obturation. إذا ما حصلنا full dry canal ممكن نأخر عملية obturation إلى فيزيت ثانية لحد ما أتأكد من عنده صار dry 100%. No sinus tract, إحنا عرفنا شنو sinus tract ويمتى تصير عندنا sinus tract وليش صارت. طبعا نسوي diagnosis لل sulcus ونشوف إذا كان سابقا أكو sinus tract لازم المفروض صار healing أو بادية السيمتومز مال الهيلينج, أو ما صاير لساينس تراكت بعد عملية انسترومنتيشن وفتحة الكنال سيستم, فماكو أي ساينس تراكت موجودة بالسلكس للتوث اللي احنا نريد نسوي لها اوبشريشن. نو فاول اودر, طبعا من نسوي لها دراينس أو من تشيل التمبرال فلينج اللي خليتها بالفيزت اللاحقة السابقة ما تشتم ريحة يعني باد ادر او فاول ادر, او من نسوي له دراينس بالكوتر رول العفو بالبيبر بوينت تشتم, ممكن تشتم البيبر بوينت اذا حسيت بيها فاول ادر تسوي له ريجيشن مرة ثانية لحد ما تأكد ماكو فاول ادر بالتوث, يلا تقدر تسوي له اوبشريشن. نيجاتيف كلتشر, ممكن يعني في شيء اكسترا ممكن يسوي كلتشر للميديا اللي موجوده داخل الكنال وشوف اذا ما بيها مايكرو اورجانزم ممكن يسوي له اوبشريشن. هسه راح نعرف الطرق اللي نسوي بيها اوبشريشن للكنال سيستم. اول شيء عندنا وارم لاترال كوندنسيشن او نقول عليها وارم لاترال كومباكشن كوندنسيشن
صارت اولدست هاي اللي احنا نقول عليها وورز بال اوبشريشن، لا صح نقول عليها كومباكشن. كومباكشن this technique depends on heated spreader. احنا نعرف شنو السبريدر. السبريدر يصير مثل الفايل او مثل البروب طويل يصير، والجوانب مالته يصير تكون سوفت او نقول عليها ملسه، جوانب ملسه ما بيها اي تحزيزات نسميها سبريدر. طبعا بي سايزات معينه ممكن نلقي من السايز 15 لحد ال 40 او اكثر حسب الفايل. نقول عليها this technique depends on heat spreader to soften the gutterbrake during lateral condensation or compaction to improve the adaptation of the gutterbrake to the wall of the root canal. هاي التكنيك نستخدمها إذا كانت إحنا مسوين instrumentation للكنال بأيزو فايلز اللي هي نقول عليها تيبر 2، تيبر 2 فايلز. التيبر 2 فايلز ما راح تسوي لنا تيبرنج عالي بالكنال، تيبرنج عالي بالكنال يعني راح تجي الجدبيركا نفس السايز مال الفايل يعني تيبر 2، فراح اكو مجال تلقي بين الجدبيركا وبين الوولز مال الكنال. فاحنا نريد نسوي complete closure of the canal system، فنحتاج نسوي lateral compaction. حددنا الماستر ابيكال فايل مالتنا، ورا ما حددنا الماستر ابيكال فايل مالتنا نحدد الماستر ابيكال كون اللي هي الجتبيركا اللي نسوي بيها obturation للابيكال اريا، نسميها الماستر ابيكال كون. خلينا سيلر داخل الكنال الدورة، خلينا الماستر ابيكال كون، نجي نجيب السبريدر نبدي نحشرها بين الجتبركة وبين الوولز مال الكنال، وندفع الجتبركة على السايد على وان سايد. راح تنطينا مجال الى اكسسوري جتبركة. طبعا اكيد الاكسسوري جتبركة السايز مالتها راح يكون اقل من السايز مال الماستر ابيكال كون. يعني سوينا مثلا نقول الماستر ابيكال كون مالتنا عندنا سايز 40، جبنا سبريدر سايز 40 خليناه حشرناه بين بين الجتبركة وبين الوولز، دفعنا الجتبركة على السايد مال الوول، ترك لنا سبيس. نيجي نستخدم اكسسوار الجتبركة، نستخدم سايزات قليلة كلش، يعني 15 20 25. نبدي نخلي الجتبركة ايضا هي ما دام الوول بها سيلر، نجي نخلي الجتبركة بدون سيلر داخل الكنال بالسبيس اللي سواه لنا ياسي برادر، ونرجع مرة ثانية نخلي السبريدر وندفع الجت البركة اللي ماستر ابيكال كون اللي خليناها بالأولى والاكسسوري كده ندفعها على السايد. طبعا انت كل ما تخلي اكسسوري راح السبريدر يطلع عندك لبرا، يعني السبيس راح يبدي يقل. فالحد ما تتأكد وصلنا للكورونال بارت مال الروت نتوقف الدورة ونقص الاكسسوري والماستر ابيكال كون نقصها بالحرارة، نسميها warm lateral condensation. ممكن تسوي heating للسبريدر أثناء عملية lateral compaction أو lateral condensation. techniques: heating the spreader is done by hot glass beads which are then inserted in the root canal. lateral condensation done by creation space for the accessory cones. this procedure is repeated until the canal is completely filled. ان الكتريكال هيتد سبريدر مي بي يوز، يعني بيها هواي مواصفات بس احنا بيها هواي تكنيكس، بس احنا التكنيك الاساسيه شرحت لكم اياها اللي هي نختار ماستر ابيكال كون، بعدين نخلي هيت سبريدر او سبريدر بدون هيت، ندفع الماستر ابيكال كون على السايد، دور نخلي اكسسر جيت بيركل لحد ما نوصل كورنر بالت مال الكنال، دور نقص الزايد وخلاص. بهاي العمليه احنا سوينا فولي اوبشريشن للكنال سيستم. warm vertical vertical مو lateral، شوف الفرق. هنا كان عندنا warm lateral condensation أو compaction، هنا عندنا warm vertical جتبركة filling technique. it is a method of filling
the radicular space in three dimensions. The canal should be with a continuously tapered funnel and keeping the apical foramen as small as possible. The armamentarium includes a variety of blagger and heat source. هنا راح نحتاج طبعا variety مال بلاجرز نسميها بلاجر يصير مثل الكوندنسر بس التب مالتها مو شارب تب يصير مقطوعة يعني راوند نقول عليها راوند تب بس بيها يعني مو شارب اوكي نسميها بلاجر ونحتاج هيت سورس او سوينا هيتنينج للبلاجر ايش راح نسوي احنا اهم شيء عندنا انه الكنال يصير فنل شيب تيبر يعني من الابيكال اريا تكون الكروس سكشن مالتها از سمول از بوسيبل لحد ما يوصل لنا للاورفيس يكون وايد مور وايد او نقول عليه تيبر مور تيبر طبعا بهيش حاله احنا راح نستخدم بالانسترومنتيشن فايلز يكون بيها تيبرنس عالي تيبرنس عالي يعني اللي يختلف عندنا بالفايلات حاليا اللي يختلف بس التيبرنس اكثر شيء تيبرنس والفلوس بس الاند كلها تقريبا سايزاتها متوحده يعني تبدا عندنا سايزات من 15 اللي نسوي بيها انسترومنتيشن طبعا من السايزات من 15 15 20 25 30 35 40 وهكذا ونصعد بس تلقي فايل مثلا 25 بس تيبر 6 وتلقي فايل 25 ايزو تايب اللي هو يكون تيبر 2 هناش نحتاج بالوان فيرتيكال كتبر كفلنك تكنيكس نحتاج تيبر عالي يعني نحتاج فايلز التب مالته ثابته ايزو تيبس بس التيبرنس تكون عاليه مثل ايش نلقيها نلقيها بال بالدين سبلاي فايلز اللي هي نقول عليها برو تيبر سيستم راح تكون عندنا التيبرنس مختلفه تيبر 6 تيبر 7 تيبر 8 تيبر 9 راح نلقي هواي تيبرنس بالفايلز ومتدرجه طبعا الكل سيستم لها جتبركه خاصه بيها حسب التيبر مال مال الفايلز يعني مثلا قلنا 25 مثلا 25 تيبر 6 التب مالته راح تكون 25 قلت بيركي خلينا نقول تيبرنس مالتها 25 تيبر 6 التب مالتها 25 بس التيبر مالتها تكون عالي اجاك سؤال قال لك مثلا تقدر تسوي اوبشريشن للكنال سيستم مثلا ب 25 تيبر 2 اذا كنت مسوي انسترومنتيشن ب 25 تيبر 6 تقدر تسوي اوبشريشن ب 25 تيبر 2 ايزوتايب نعم تقدر تسوي انسترومنتيشن اوبشريشن 25 تيبر 2 بس تحتاج اكسسوري جتبركه لان التيبر قليل فيحتاج فول ذا سبيس اللي موجود داخل الكنال باي اكسسوري جتبركه تقدر تسوي مثلا اوبشريشن الكنال مسوي لها انت انسترومنتيشن ب 25 تيبر 2 تقدر تسوي لها ب 25 تيبر 6 لا ما تقدر لان الكنال يصير مو فنل شيب مو تيبر عالي فما راح توصل الجتبر كل ابيكال اريا اوكي ليش لان الكورونال بارت والميدل بارت تصير سمول بس بالابيكال اريا صح اوكي انت مسوي لها 25 بس الميدل والميدل والكورونال ما صار لها تيبر عالي فالجتبر راح تحشر ما توصل للاخير بس تقدر تسوي لها اذا كنت مسوي بتيبر عالي تقدر تسوي لها اوبشريشن تيبر ناصب تحتاج اكسسوري قلت لك اعتقد صارت واضحه التكنيكس ذا ماستر كون شود فيت شورت اوف ذا كوركت وركينج لينث احنا مينلي احنا بال يعني بالاولد ستايل اندودونتيك تريتمنت كنا ننقص 0.5 الى 2 مليم
حاليا بسبب وجود، طبعا ليش احنا كنا ننقص؟ كنا ننقص لان نعتمد على الاكس راي. الاكس راي ينطينا ايماجينيشن بس ما يعطينا ايديال وركينج لينث. ايديال وركينج لينث فكنا ننقص. ليش ننقص 0.5 الى 2 مللي؟ لان متوقعين انه الابيكال فورامين يصير لاترالي ما تصير بالابيكال اريا، فننقص هاي ال 0.5 الى 2 مللي لان نعتبرها هاي هي السبيس اللي طلعت لنا بالاكس راي، بس احنا متوقعين انه قتبر الابيكال فورامين يصير لاترالي، بينما بالتكنيكس الجديده احنا راح نعتمد على اليمن، نعتمد على الابيكس لوكيتر. الابيكس لوكيتر يعطينا ايديال ووركينج لينث، فنحتاج فيت 0.0 ووركينج لينث. فهسه راح نرجع نقول نختار الماستر كون شو تفت ذا كوركت ووركينج لينث وذ ريزيستنس تو ذا بليسمنت. طبعا الماستر كون من تخليها داخل الكنال وتريد تسحبها لازم تحس اكو ريزيستنس للديسبليسمنت، ما تقدر تسحبها بسهوله، يعني تحسها قفلت على الابيكال اريا، من تسحبها تحس اكو ريزيستنس للسحب. شو نسميها هاي الريزيستنس؟ نسميها تك باك. تك باك This ensure the cone diameter is larger than the birth canal. Okay؟ يعني أنا طبعا دائما أقول إحنا المينلي نحتاج الماستر كون أو الجيثبركة بالأوبتريشن للأبيكال أريا. اللاترال أريا والإكسترا كانال ما راح تقفرها الجيثبركة، راح يقفلها سيلر. بس الأبيكال أريا والابيكال فورامين لا، يقفلها الجتبركة. فدائما لازم نحتاج تك باك على مود تقفل لنا الابيكال اريا واللاترال اريا، راح نعتمد مين لي عسيلة. After adaptation of the master cone it is removed and sealer is applied in the root canal. طبعا ورا ما وخرت اتأكدت من الماستر كون بعدين وخرتها من الكنال وحسيت بالتك باك، راح تسحبها من الكنال. بس من تسحبها باوعلها شوفها خاف صار بيها كاتنج بالابيكال اريا، ترى احتمال مرات انت من سويت من حسيت اكو ريزيستنس وسحبتها مره ثانيه راح تشوف بالابيكال اريا راح يصير كاتنج للجتبيركا، فباوعلها زين خاف صار بيها كاتنج على مود ترجع توخر الكاتنج بارت من الابيكال اريا. اوكي ذا كون از بليسد ان ذا كانال اند طبعا ورا ما وخرتها تجي الدوره تخلي السيلر مالتك، تخلي السيلر مالتك يا اما باللونتيلو فايل او بالماستر كون فايل او يعني الانواع السيلر الجديده انه تحقنها بداخل الكنال، اكو تيب خاصه تركب بالسيلر سرنج وتحقنها بداخل الكنال والدوره تجي ترجع مره ثانيه تخلي الماستر كون the cone is placed in the canal and heat spreader or blagger is used to remove the portion of the coronal جتبركة and soften the remaining material in the canal. الدورة راح نجي نستخدم heated blagger راح يدخل بداخل الكنال وين الجتبركة وين الماستر كون جتبركة، راح يشيل لنا جزء من الجتبركة ويخلي لنا ال remaining part مال الجتبركة موجودة بداخل الكنال تصير soft. A blagger is inserted in the canal into the canal and جيتبرك is compact. ورا ما وخرنا الاكسسوري مال جيتبرك بالبلاجر نرجع نخلي البلاجر مرة ثانية بداخل الكنال ونضغط الابيكال بارت اللي بقى من الجيتبرك مع يعني مع الحرارة راح نضغطها وندفعها لجوا forcing the blastocyst material apically. نرجع نضغطها لجوا على مود اللي سوينا لها هيتنينج الجتبركة الابيكالية اللي بقت من الجتبركة الماستر كون مصار بها سوفتنينج، بعدين جي دفعتها بالماستر بالبلاجر راح تملي السبيس اللي موجودة بالابيكال اريا لان صار بها سوفتنينج فممكن تملي لنا السبيس. The process is repeated until the apical portion has been filled. تقدر تعيد أكثر من مرة الكومباكشن هاي
اللي بدات لك الكومباكشن، دفعت البلاجر على الجتبرك اللي بقت بالابيكالي اكثر من مره لحد ما نتاكد انه الابيكال اريا صاريها فلنك. The coronal path space is backfilled using small pieces of Gutenberg. The sectional method consists of placing 3 إلى 4 mm section of Gutenberg, approximating the size of the canal into the root, applying heat and compacting the mass of the Gutenberg. بعدين اللي بقى من الكنال سيستم اللي ما بيها Gutenberg اللي قصيتها من عندنا نمديها بGutenberg اكسسوار Gutenberg وهم نسوي لها هيتنج حد ما تملي لنا. الفكرة من الموضوع انه شلون تملي الابيكال اريا من الكنال بالجتبركة بهيت هيت فيرتيكال كومباكشن نسميه وان فيرتيكال كومباكشن. اكو ملاحظة، الجتبركة ما سويت لها هيتنينج او سوفتنينج باي هيت ورا ما شلت الهيت عنها شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها شرينكج. فليش قلنا نخلي سيلر؟ لان الجتبرك وحدها ما تسوي لنا اوبشريشن للكنال حتى وان سويت لها وارمنينج باي هيت. لازم اكو سيلر، السيلر يملي لنا الكنال. بس الجتبرك تملي لنا الابيكال اريا، ابيكال بارت بس، ابيكال فورامن. اوكي، هنا عندنا الوارم فيرتيكال كومباكشن، خلينا الماستر كون، بعدين جبنا البلاجر وخرنا الاكسسوري، رجعنا دفعنا بالهيت، دفعنا البلاجر على الابيكال اريا، ملت لنا الابيكال اريا لحد ما اندفعت السيب ساي مالتها. كونتينيوس ويف كومباكشن تكنيك. It is a variation of warm vertical compaction. هي يعني خلينا نقول variation من ال warm vertical compaction اللي شرحناه قبل شوي. The manufacturing of cone to resemble the taper preparation using rotary instruments permits the application of the greater hydraulic force during compaction when appropriately taper blagger areas. بدأت الشركات شو تسوي؟ نزلت لك فايل بها تيبرنس خاصة، قامت تطلع اوبشريشن سيستم خاص بالفايلات اللي هي طلعتها الشركة. يعني تيبرنس مال البلجر مالتها يشبه تيبرنس مال البلجر مال الانسترومنتيشن فايلز اللي طلعتها الشركة. التكنيكس مالتها، after selecting appropriate master cone a blagger is briefed to fit within 5 إلى 7 مليمتر of the canal system. 5 إلى 7 مليمتر من canal system راح يكون البلاجر، يعني ما راح يوصل ل 5 إلى 7 بالأخير. The heat source example system B system is used to 200 centigrade درجة حرارة مالته. Blagger is inserted into the canal orifice when master cone is present in the canal and activate to remove the excess coronal bath. Compaction is initiated by placing the cold blagger against the Gutenberg in the canal system. Fine pressure is applied and heat is activated with the device. The blagger is moved rapidly 2 إلى 1 second within the 3 milliliter of the binding points. The heat is activated while fine pressure is maintained on the blagger for 5 إلى 10 second. After Gutenberg mass has cooled 1 second application of the heat spread. كلها العملية نفس الفكرة مال ال warm vertical compaction technique، بس ال material أو ال instrument نسوي بيها obturation نسوي بيها compaction اختلفت حسب الشركات اللي تطلع ال files. هنا بلاجرات خاصة بهاي الشركة يقول system B system راح تكون فتت ويا الفايلز اللي سوينا بها اوبتريشن. هنا تكنيكس طبعا كلها تعتمد على الماستر كون. ماستر كون اول شيء خلينا الماستر كون، بعدين جبنا البلاجر، لازم بي فتت هنا، نترك بالاخير نترك 5 إلى 7 مليمتر
5 آلاف طبعا مليلتر بالأبيكال بارك. احنا نشيك البلجر، خلينا الماستر كون اوكي شيكناها وخرناها، دوره شيكنا بلجر، البلجر لازم يوصل 5 الى 7 ملم يعني يترك لنا سبيس هنا. نرجع الدوره نخلي البلجر ويا سيلر، العفو ماستر كون ويا سيلر، ورا ما خلينا ماستر كون ويا سيلر داخل الكنال، نجي الدوره ندخل البلجر مع الهيت حق الصنة، هاي الزايد من هنا يدفع لي برا مع ال vertical compaction. vertical compaction ترك لنا هنا هاي ال apical area fold with the بيركة and sealer، لازم اكو سيلر. دوره رجع سوى باك فول بالجت بيركة، جاب السر جت بيركة او انجكتبل جت بيركة، ملا هذا بيه السبيس اللي هنا مع ال vertical compaction، لازم اكو vertical compaction. Thermoplastic injecting technique. Heating of gutta-percha outside the tooth and injecting the material in the canal is an additional variation of the thermoplastic techniques. This technique is used to obturate the irregularities difficult to fill by other techniques as internal resorptions and the obturer 3, Helms, ultradent and gutta flow device. And systems are example of this type. هناش عندنا preheated جتبركة. قبل شوية شنو نسوي؟ شنو نسوي heating للماستر كون؟ بشنو؟ بهيتد بلاجر. بس هنا لا، التكنيك صراحة يسوي heating للجتبركة outside the canal، بعدين دخله بداخل الكنال على مود يسوي fill irregularities. Techniques. Canal preparation is similar to the other obturation techniques and apical foramen should be as small as possible to prevent extrusion of the gutta-percha. The canal walls are coated with sealer using master apical fire. لازم تخلي sealer. Gutta-percha belt is preheated in the gun. اكو gun خاصة راح تخلي كبسولات مال gutta-percha بيها. And the needle is positioned in the canal so that is reached within 3 إلى 5 مليلتر of the apical preparation. Gutta-percha is then gradually passive injection by squeezing the trigger of the gun. The needle back out of the canal and the apical portion is filled. Blagger dips in alcohol are used to compact the gutta-percha. Compaction should continue until the gutta-percha cools and solidifies to compensate the contraction of the that take place on the calling. Both over extrusion and under extrusion are common results. هناش عندنا مخلص العملية، ما عندنا ماستر كون، بس احنا شنو سوينا؟ انسترومنتيشن وعندنا ماستر ابيكال فايل، سوينا انسترومنتيشن وعندنا ماستر ابيكال فايل بس ما عندنا ماستر ابيكال كون. نحاول انه الابيكال فورامن as small as possible ما نسوي اوفر انسترومنتيشن ونخلي ابيكال فورامين عريضه. اوكي، ورا ما سوينا انسترومنتيشن كامل نجي نسوي كوتينج، طبعا ورا ما نشفناها نسوي ريجيشن ونسوي نخلي بيبر بوينت ننشف الكنال. ورا ما نشفنا الكنال نجي نخلي سيلر بداخل الكنال بالماستر ابيكال فاير. الدور نجي اكو كبسولات خاصه مال جت بيركه، راح نجي نحميها بالجان مالتها. ورا ما نحميها راح ندخل الجان، اكو بي هيد الجان راح يدخل. لازم نتاكد ان الجان يعني التب مال الجان دخل 3 الى 4 ملم اقل من الابيكال فورامين، 3 الى 5 ملم عفوا اقل من ابيكال فورامين. راح الدور نجي نحقن الجتبركه بالجان باسيفلي انجكتنج، يعني نحقن ونسحب لي برا. الدور ورا ما حقنا وسحبنا لي برا نجي الدور نخلي الدور اكو بلاجر خاص ممكن يوصل يعني تقريبا 7 الى 8 او 6 ملم من الابيكال بورشن. نجي نخليه بالكحول، الدور نسوي كومباكشن، فيرتيكال كومباكشن اللي قلت بركه اللي حقناه داخل الكنال
وندفعها على مود تملينا فول اوف ذا سبيس. بس نرجع نقول خلينا سيلر، ماكو قتل بركة بدون سيلر داخل الكنال. نرجع الدورة باك فول لحد ما نملي الكنال كلها. لازم نتوقع انه يصير مرات اوفر اكستروجن للجلد بركة او اندر اكستروجن اكستنشن are come a result of the this technique. هاي القناط مالتها يكون بيها التب، وكبسولات تجي مال جلد بركة تنحقن بيها. كارير بيس جلد بركة ثيرمافل and soft core con were introduced as جلد بركة obturation material with a solid core. This technique has a central plastic core which facilitate the adaptation of the alpha phase Gutenberg to the root canal wall apically and laterally. Advantage includes ease of placement and reliable properties of the Gutenberg. هنا عندنا Gutenberg بها solid core، يعني خلينا نقول حاملة للجتبركة. هاي الجتبركة راح نجي نحميها بجهاز خاص تحولها من البيتا فيس للالفا فيس، اوكي، بيها تايمر خاص. راح نخلي جت بيركه ونضغطها راح تنحمي الجت بيركه، راح تتحول من البيتا فيس للالفا فيس. طبعا يجي هنا على الفايل والجت بيركه سايزات ثابته، يعني يقول لك 30، يعني هنا الفايل مالتك 30، اوكي، 20 معناها الفايل 20 تستخدمه وياه، ما يصير تغير بال، يعني خلينا نقول نستخدم نفس الشركه، الجت بركه والفايلز نفس الشركه اللي نسوي بيها اوبريشن. طبعا هي تابعه شركه دان سبلاي، هذا الجهاز حملنا اياها، ورا ما حملناها نجي ندخلها بداخل الكنال ونضغطها فيرتيكالي. هي متحوله من البيتا فيس للالفا فيس اللي هي ممكن نكون عليها سوفت جت بركه. طبعا هم يعني سوينا انسترومنتيشن، خلينا سيلا، بعدين حميناها، حمينا جلد بركه بهذا الجهاز الخاص، ودفعناها بداخل الكنال. هذا السولد كور اللي يكمش لنا جلد بركه راح يساعدنا انه نسوي فيرتيكال كومباكشن لجلد بركه بداخل الكنال، راح تبني الريجولاريتيز، يعني ايزي بليسمنت، بس الكوست مالتها عالي، الكوست عالي، يعني بس الجهاز اتذكر تقريبا 600 دولار، هذا اللي يحمينا جلد بركه. جلد بركه غاليه، كلش غاليه هاي مال هذا السيستم. نسميها كارير بيست كارير بركة سيستم. التكنيكس شرحتها تقريبا، نسوي انسترومنتيشن او ريجريشن، بعدين سيلر، الدور نخلي نحميها بالجهاز داخل اللي يحمي هاي الجذب بركة، ندخل بداخل الكنال نسوي كومباكشن فيرتيكال كومباكشن. سولفنت تكنيكس، اكو تكنيكس تسميها سولفنت تكنيكس. الجذب بركة كان بي بلاستيسايز and solvent such with solvent such as chloroform, eucalyptol, and xylol. A gutta percha cone is softened and placed in the canal to adapt better to the root canal wall. The mass hardened and solvent evaporates. Disadvantage of this technique: shrinkage occur with evaporation process, causing voice irritation to the periapical tissue by solvent. هنا راح نحمي نحاول نسوي بلاستيزيشن للكتبيركا بالسولفنت على مود تتحول، يعني ممكن نقدر نحولها من البيتا فيس للالفا فيس، بعدين نجي نضغطها بداخل الكنال على مود تملي الريجولاريتيز. نفس التكنيكس راح نخلي يعني نسوي انسترومنتيشن دور ريجيشن، دور نشف الكنال دراينس اوف ذا كنال، دور نخلي سيلر بالماستر ابيكال فاير، الدور نجي نخلي هاي الجثبر اللي يسوونه سوفتنج بالسولفنت. ابيكال فورامين اوبشريشن، ابيكال بارير رو ان راديوغراف may be necessary in case with immature apical development. External apical root resorptions and wear instrumentation extrude extend beyond the confines of the roots. اكو كيسات عندنا يجي بيها وايد ابيكال فورامين او immature apical development او external resorption بالابيكال area. هنا راح نحتاج نسوي لها apical foramen obturation. There are several materials that can seal the apical area of the canal, root canal as dentine chips. ممكن نستخدم dentine chips نسوي obturation
هاي الكيسات اللي بها الابيكال يكون يعني وايد، كالسيوم هيدروكسيد، ديمينرالايز دنتين، لينفولايز بون، تراي كالسيوم فوسفيت، هيدروكسي ابيتايت اند كولاجين. The barrier are designed to permit obturation without extrusion of the material into the periapical tissue, but are so often incomplete and do not seal the canal. Dentin chips is taken from shaving of the internal wall of the root canal after instrumentation. It is applied in the apical end of the root canal to act as biological seal to enhance healing. Contaminated dentin with bacteria decreases the success of the treatment. ممكن شلون نحصل دنتين chips؟ ورا ما سوينا instrumentation سوينا irrigation وتأكدنا انه ماكو ادوار بداخل الكنال والكلتشر مالتنا طبيعي ما بي مايكرو اورجانزم، ممكن ناخذ من الدنتين chips هاي اللي طلعناها بالانسترومنتيشن ونعزلها، نقدر نسوي بها ابيكال كلوجر، يعني نقول بايولوجيكال سيل ابيكال كلوجر لهاي الابيكال وايت كنال. بس لا كان بيها بكتيريا طبعا decrease the success of the treatment. Calcium hydroxide, it is extensively used as common apical barrier. جبتكم اياها قبل شوي بالامتحان. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide has been shown to induce the apical barrier in emulsification. It is free of bacterial contamination and may provide better but imperfect apical seal. It is enhanced healing by inducing cementum and bone formation. النظرية الثالثة اللي نسميها mineral trioxide aggregate MTA it has been successfully employed as the unapical barrier material before obturation. It's sterile, MTA is sterile, biocompatible and capable of inducing hard bone formation. Techniques after the cleaning and the shaping procedure, the canal is dried and MTA is placed. The material is compacted into the apical portion of the root to form barrier. After material set, Gutenberg can then be compacted without extrusion. Bulb regenerative techniques. Techniques جديدة جاي يشتغلون عليها نسميها bulb regenerative techniques inducing revascularization. This technique aims to regenerate the vitality of the bulb to increase the thickness of the canal wall and reduce the apical root development and apex. Techniques copious irrigation, mineral canal preparation, minimal canal preparation, use of the antibiotic paste as interim medication. At the next visit, bleeding is induced in the canal to induce a clot that is covered with MTA. Then the MTA is set. Definitive restoration can be placed in the coronal seal. احنا ايش راح نسوي هنا ريجنراتيف تكنيكس؟ راح ننظف الكنال as minimal as possible، بعدين irrigation minimal canal preparation، use of antibiotic based as interim medication، نخلي اكو antibiotic based بداخل الكنال ورا فترة، بعدين نخر نسوي induce bleeding، نحاول نسوي bleeding داخل الكنال. شلون نسوي bleeding؟ نجيب فايل صغير ونحاول نعبر الابيكال فورامين، ورا ما عبرنا الفيلم صارنا بليدنج داخل الكنال. البليدنج اللي صار داخل الكنال خلينا فوقها ام تي اي بالكورونال بارت وسديناها. هاي البليدنج اللي صار داخل الكنال راح ندوس الابيكال اريا فورميشن، راح يحاول نسوي لنا كلوجر للاوبن ابيكس. اوكي تقريبا لهنا انتهت محاضرتنا. اكثر التكنيكس هاي يعني لازم تعرفون بيها، مو كلها راح تستخدموها. بحكي على ملاحظة طبعا، مينلي الكيسات اللي يصير بيها open abyss يعني نقول عليها big challenge، يحتاج surgical intervention، يعني يحتاج surgical opening على مود تسويها closing complete closing. اوكي okay.